وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله يطول بعمرك شيخنا، والله دول المنافقين غدران. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين. ولكن دولة الإسلام باقية إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيب مي، جيب مي، حط السيارة. حاضر حاضر، جيت. حاضر، أنت صار. والله العظيم لو أنهم قاتلوا كالعراقيين، ولكن رجال الدولة لم يقفوا بجانبي، وانقسم الناس بسبب فتاوى التكفير والمرتدين المتسترين خلف دعوة الإمام، الناس المنشغلة خلف تهم وأمور الدنيا يريدون شوية سمعة الآخرين. نعم، من أجل المال. حسبنا الله ونعم الوكيل. دنيا وآخرة إن شاء الله.